محمد مكي 1914 إلى 2015 مهندس معماري عراقي شهير قام بدمج الأشكال التقليدية في العمارة الحديثة. أسس المعماري محمد مكي مكتبه الاستشاري اسماه مكية وشركاءه، وهي شركة استشارات معمارية وتخطيطية وشغل عدة مناصب أكاديمية كمنصب رئيس قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة جامعة بغداد في أيام تأسيسها. ظهرت أعماله في العديد من الكتب والمقالات والمؤتمرات والمعارض العالمية. مساهمات مكية في مجال العمارة والعمران كبيرة، تجسد أعماله أفكار الحفاظ على المناطق الحضرية والإقليمية في الشكل واستمرارية التراث المعماري. يستمر إرثه في إلهام الأجيال الشابة من المهندسين المعماريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وهذه بعض من أهم مشاريع محمد مكي المعروفة عالمياً. هذه ليست قائمة شاملة، لكنها تتضمن بعض أهم مشاريع مكية. أنه كان مهندساً غزير الإنتاج وعمل في مجموعة واسعة من المشاريع في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم. يتميز عمله بمزيج أنيق من الأشكال التقليدية والحديثة، ولا يزال يلهم المعماريين الشباب اليوم. توفاه الله في 19 من تموز 2015.